هذا عندك الطائف، تعال هنا جينا كافيه هنا. الدخول برسو ب10 ريال. اها الله، أو واو، شوفوا ذي الجلسات المسكرة، صدق 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 برد اوفر برد. شوف كيف هنا، او واو طبعا هذه الجلسات الخارجية. اوكي طلبت هذا الشيء، ما لقيش لبنة، ما زعتر بكم 15. هذه بيتزا بالدجاج ب28 ريال بس والله. هنجي توصل طبعا. هذا عندكم الكافيه في الهدى، عندهم كل شيء مفتوح على طول. انا صراحة حبيت مرة، حبيت الفطور بس والله يعني فطرنا وبنمشي. هذه الجلسات اللي برا، صدق 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 اوفر برد، فما قدرنا هنا نجلس مرة برد. كذا خرجنا من الكافيه، طبعا بنروح نشوف لنا مكان ثاني نتمشى فيه، بنشوف شو نسوي. هنا عندكم طبعا الهدى الجميلة، راح نتوجه إلى الطائف إن شاء الله. أخذت لي قهوة، نروح نشوف لنا مكان ثاني نتمشي كذا وشويات. بس والله جينا هنا، طبعا مثل ما انتم شايفين هذا وادي سيسد. المرة اللي راحت جيت تقريبا من هناك من النص ومشيت، اليوم جيت شفت البداية حق الموية، بس ما ادري من وين جاي. هذا عندكم الوادي، ناخذ لنا جولة في الوادي تقريبا، نمشي شويات او ممكن نرتاح شوي وممكن نمشي.
هنا في أماكن حلوة ظل للجلوس كذا. مع الأسف الشديد الوادي وسخان، الشيء الغريب في أحد يمكن مش وكنت أو يمكن ما يجون في الصباح، ما فيش أحد. أنا صراحة طلعت تقريبا يعني أكثر شيء في الصباح. طبعا صورت تقريبا من قبل فماني عارفة، الموية يعني شفتها نظيفة، ما بعرف الصدق يعني نظيفة وبتجري يعني تمشي زي ما شفتوها. تتوقعون مجاري؟ ما بعرف، بس إنه مسوي يعني الموية مسوي جو في المكان، يعني صوت الموية وفي طيور وأشجار، مكان حلو صدق.